وهذا السبب يقول: هل يجوز لمغسل الأموات أن يذكر حال ميت مؤمن قد غسله دون أن يذكر اسمه لكي يبتعد عن اسمه؟ لا، إذا رأى على المسلم شيئا مما يكره فلا يذكره، يستر عليه، يستر عليه. نعم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولو لم يذكر اسمه، ولو لم يذكر اسمه، لأن الناس يعرفون منهم غسل، ولا منه جهل واحد، باقي الناس يعرفون انه مغسل فلان. نعم.